ثم ننتهي الضرس العقل من اليسار، وبعد أن ننهي الجانب الباطن والظاهر من الأسنان السفلية ننتقل إلى الأخدود، نظفه لما أخدود هنا نظفه أيضا، واللسة أسفل اللسان مواضع الغدد اللعابية، ثم حل الحنك صف الحنك، طولا وعرضا، ثم اللسان، ونهتم بأطراف الأسنان اللسان لأنها مواطن الحس وحس الذوق، وهي المناطق التي يشعر الإنسان فيها بطعم الطعام، ثم مناطق النقط الإبر الصينية التي تشمل الجسم كله، الـ14 خط ميريديان الصيني كلها يمكن تحريكها وتحفيزها. العظيم. ثم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأشعري أنه وضع طرف لسان على فمه كانه يتهوع في آخر وأقصى لسان، هذا وصف أبو موسى الأشعري كأنه يتهوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تنتهي عملية التسوق، ونضع السواك في مكان محترم معظم، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.